صناعة الفخار من الحرف المصرية الأصيلة، يمكن عشان المصري القديم استخدم الطين في صناعة الفخار. بس مع تقدم الزمن والآلات فضلت الحرفة دي زي ما هي، بنفس أدواتها وبنفس المواد اللي بتستخدم في صناعتها لحد دلوقتي. معانا ومعاكم النهاردة هنشوف عم ناصر هيحكي لنا ويكلمنا عن صناعة الفخار اللي من ساعة ما بدأت لحد دلوقتي لسه زي ما هي. استاذ ناصر، اخبار الفخار؟ زي الفل والله، تمام. العملية بتبتدي ازاي؟ العملية بتبتدي حضرتك ازاي؟ ان في تينة اللي هي الطامية العادية بناخدها كجزء مثلا منها 30% او 40%، وبقية الاجزاء بتاعتها بتبقى الطين الاصالي اللي هو اساس الشغل. يعني انت بتستخدم طمي عادي وبعدين تجيب الطمي او الطين الاسواني تخلطهم ببعض. بس بعد الطين البلدي بقى بناخده نحطه في الحوض يبوش، يبقى عباره عن مجموعه ميه، بعدين بيرقد في قلب ده ونشيل الميه الزايده منه ونجمد بالطين الاسواني ونرجع ندخلها هنا كمرحله الدواسه لبدايه العمل بتاعها كمرحله اولى بالنسبه للفخار. طب ايه رايك نعجن شويه؟ ما تعرفش عمرك مش كده، يعني تشوف العمليه عملي شويه يعني اكتر. تبدا تاخد الطين دوت تحط كده هنا بقى. ده على طول انت بتعجن فيه في البرميل دوت؟ البرميل ده مؤقتا لان الحوض ده. ايه ده بقى؟ ده حاجه بنسد عليها الغربال اللي احنا هنصفي بيه الطينه دلوقتي، عباره عن سنتين يعني. انت بتجيب الغربال لازم تنخل فيه الطينه ديت. لا الطينه دي حبك انت بتتصفى، دي عمليه بتصفيها. انت الاول بتقلبها؟ لازم بقلبها بايديا. لازم تقعد تقلب كده. بس لا، ايه لو في حته يعني في حاجات زي كده دي بتبقى البقايا دي بتفضل في عندي في قلب البتاعه. اجيب ما بتحطي بسيبها لما تبوش براحتها خالص. انت بقالك قد ايه في المهنه دي؟ والله انا بقالي ما يقرب من بتاع 45 سنه، بس انا كانت دماغي الطيره اروح اشتغل مش عارف ايه، اروح مش عارف اشتغل ايه، ثم ارجع تاني لاصلي بحن له. لما بدا صفيه يبقى فيها حتى الطوبه زي كده بتاع الكلام ده كله، فدي بطلعها بنقربيها لازم. انت الطينه عندك تبقى صافيه لازم خاليه من جميع اي حاجه في قلبيها عشان تقدر تتشغل، والا بعد كده لما تتحرق تاني نسبه 50% جيره في قلب الحته. فلازم تطهر كل الكلام ده منها. بيقعد هنا قد ايه الطين؟ هو البرميل ده المفروض حضرتك تزرعه يقعد من ساعه لساعتين علشان يبدا يبوش. يعني احنا من شويه مسكناها، بص شوف كانت جامد اهي بدات تبوش تحن. انت بعد كده بقى بنعمل ايه؟ بعد ما نبدا نقلب شويه كده بتبدا تصفي. ابدا اصفي. طب بتصفي بايه بقى؟ ببدا اجيب حاجه اسمها الغربال دوت. فضيع هنا كده. ترمي كده. يرمي كده. بيبقى كم عامل عامه هو اللي شغال في فخوره مثلا او في مكان زي ده؟ لو فخوره طاقه انتاجها محتاجه ما يقرب عن حوالي بقى، يعني لو في شغل وفي تصدير وفي الكلام ده كله، اي فخوره محتاجه مش اقل من 7-8-9 يبقوا شغالين. ايه اللي بيخلي سوق الفخار يمشي وايه اللي بيخلي سوق الفخار لا قدر الله ما يمشيش؟ لو سوق الفخار بدا يبقى في حته تصدير، هيبدا معايا ان انا بسوق شغل. لو ما عنديش حته تصدير ما عنديش تسويق شغل، لان انا اصلا الشغل المحلي بالنسبه لي ما بيبقاش هو الكفاءه العاليه، مش هو ده اللي اقدر اكسب منه المكسب الكامل اللي يعيشني ويعيش بيتي واولادي. الطينه دي لازم تتخدم على سبيل ان ايه، لما تيجي تشغل على الدولاب يبقى عندها روح الايه الشغل كده. لفيناها وهنبدا نديها لعم حسن. ايه بقى المكنه دي او ايه؟ انا شايف في طاره بتدور تحت. كل هذا المكان اسمه حجر، كويس. في عمود حديد موجود في نص تحت ايد عم حسن كده برأس حديد مدورة، تمام. بيحكمها من فوق رمان بلي، ثم آخر الحجر من تحت هذا العمود الحديد دوت ورمان بلي. في الجزئتين دولك في طبلية مدورة زي اللي بناكل عليها في البيت، اللي ربط هذه المجموعة اللي بيدورها برجله علشان اللي هو بيدوس عليها كده. لو انت نظرت ليها تحت كده شوية
هتلاقي الترابيزه اللي بتلف دي هو بيدورها برجله فبيدور القرصه دي ثم يبدا يخلق هذا الجزء من الشغل اللي هو طبيعه العمل بتاعنا. ليه عملنا فيها كده دي او المرحله الجارده دي؟ لان هي لما بتخرج من 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 ايد الصنايعي على الحجر بيبقى فيها شوائب من تحت، الشكل العام بتاعها مش مستحب انك تشوفه. دلوقتي بقى بعد ما بيخلص انا دلوقتي واخد بالك انت باخد شويه الشغل وتقول لك لازم احطهم في المنطقه دي يجفوا علشان الحته دي بتخش مرحله تانية. ايه هي المرحله الثانيه؟ مرحله عندنا اسمها مرحله الجرد. الجرد دي اللي هي بنعتبرها احنا في شغلنا او باللغه بتاعتكم الشوائب الزايده، وبعد كده برجع اجيبها للدولاب هنا عند عم حسن يبدا يبردها، بس لما تنشف وتبدا تخش مرحله الحريق. مرحله الحريق دي اللي هي منطقه تعتبر الفينش الاخير، بعد ما تتحرق بتبقى جاهز المنتج ده. ده بعد ما تتجفف وبعد ما تتجرد تخش حريق بقى. بعد ما تتجرد بتقعد بره شويه لسه في قلب الشمس عشان تنشف، لان هي كلها ميه وما بحرقهاش، ما بدهاش النار مباشر كده. في حاجه اسمها مرحله تعليل. تعليل. التعليل ده لان بنفص اي كميه عرق داخل حته موجوده بفرخها، فببدا احرق عليها واحده 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 واحده. ام محمد زوجتك عندها خلفية عن انت بتعمل ايه وبتشتغل ازاي وكانت عايشة معايا في العهد القديم. البيت بتاعي كان فوق الشقة بتاعتي كانت فوق المصنع، فكانت تبص عليا من الشباك وانا شغال ممرمط في هذه الطينة وتعبان وشغال وبتاع، وهي حابة كده. المكن والتكنولوجيا الجديدة مخوفاك على حرفة الصناعة؟ لا ما تخوفنيش، لا 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 ولا تشغلني. الاجنبي بيحب يتفرج على الحتة دي ويقول هاند ميد ليه؟ عادي يشوف بصمة ايدك دي فيها، هو حابب ده، حابب البصمه دي، لكن هو زهق من الالات والماكينات وكل ما هو حديث وكل ما هو بالنسبه له في تكنولوجيا. انا عايز نسبه الحرق اللي نازله دي موجوده هنا. لو انت جيت بعد حوالي ما يقرب مثلا من 10 15 سنه وادانا واداك ربنا طول العمر وجيت عندي هنا هتلاقيني برضك ممرمط طينه كده وشغال في الطينه، لان انا حبيت الطينه، واجي اخد نار كده اغسل ايديا كده واقعد اكل وعايش في وسط عيلي مبسوط، بفتخر بروحي ان انا فخراني.